السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آج ہم انشاءاللہ التحیات یا تشہد کو پڑھیں گے. آپ احباب توجہ سے سنیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. تو پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, التحیات للہ والصلوات والطیبات, التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, إلا الله, وأشهد أن محمداً, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله,